السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ سوره ژ مخکیمنګا د مونز ترجمه کړي او د سره د مانځل الفاظ او سره نو اکثر ملګرو دا وینه کړی دا چې قاری سيب سريب کده مونز الفاظ تاسو په ویډیو په شکل کې مونږ تراولې کې ډیره مهرباني بوي با نو سريب د مونز الفاظ چې مونږ کله موسکو نو د مونز الفاظ څنګه دي مونږ په مانځکی دند د مونز الفاظ د پخ سره دا, دا کوم نوراځي كده موز الفاس سڠويليكي أو موز ببنغا سڠاكو بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سبحان ربي, سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر التحيات لله والصلوات و الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار دوائي خادينا محكي سلام سلام مهير شو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دوا يقولون شي كلام كي وايو تيك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ دا د موز الفاظو کوشش کوي چې زمونه به کوم غلطي شيمي او علماي کرام قارین بی, بی, خا خای, دا, او قارین په دې ویډیو کې موجود وي په دې پیج کې موجود وي نو ماته به د ما غلطي خامه خای زکه چې مریم خراب ده او کې دې شي غلطي بګراني شي تا سو ټول ملګري کده ما د موز ټیکوي برابر وي او علماي کرام په دستخطو کې چې ټیکته نو د قشنديات کوي او کوشش کوي چې موز باندې ټیم اخلي او دغه ترتیب باندې د موز زیاد کوي او په هر موز کې هر رکعات فالطريقين سلا او فتصلي ليس ليكوي كوي ساسرور ابو حسدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته